المزيد من التحليل ينضم إلينا من القاهرة الكاتب والباحث السياسي السوداني عادل حمد. أستاذ عادل، أهلا بك معنا على سكاي نيوز عربية. طبعا العين اليوم على دارفور بعد تجدد أو انطلاق شرارة الاشتباكات إلى هذه المنطقة وارتفاع المخاوف من أن تستيقظ لربما التوترات السابقة أو أن تأخذ لربما أبعادا قبلية كما كان التخوف. هذه من تداعيات الانفلات الامني في المركز، باعتبار انه اصلا منطقه غرب دارفور ومدينه الجنين تحديدا شهدت اشتباكات دائمه بين قبيله المساليت وقبائل عربيه اخرى، بينها وبين قبيله المساليت حساسيات وتوترات كما كان الحال في دارفور خلال الحرب في الاقليم. فرغم وجود السلطة المركزية والسلطة الولائية كانت تلك الاشتباكات الدامية التي سقط جراها مئات من المواطنين، وعل هذا يلفت الانتباه الآن بعد انتقال المعارك إلى العاصمة وإحساس الناس في المركز بفداحة الحرب، أن هنالك أطرافا كانت تعاني مثل هذه الأحداث الدامية، وعلى يكون من الدروس المستفادة الآن بعد انتقال هذه المعارك إلى العاصمة بأن ينتبه الناس أن هنالك مأساة ظلت تدور في أطراف السودان، وظل المئات يسقطون نتيجة معارك قبلية وغير قبلية بدون أن يكون للسلطة المركزية أو السلطة الولائية دور يذكر. فإذا كانت هذه المعارك تدور وهؤلاء مئات الضحايا يسقطون رغم السلطة المركزية الموجودة ورغم التوافق بين الجيش وقوات الدعم السريع، فينتظر أن تكون لهذه المعارك نتائج أسوأ بعد هذا الانفلات، وخصوصا قد يستفيد الطرفان من هذه المعارك بدعم كل طرف. ولكن أستاذ عادل، ما الذي يشكل صمام أمان في هذه الأثناء في ظل كل هذه التطورات؟ يعني اليوم يعني هل تعتقد أنه نقل الصراع والاقتتال إلى هذه الرقعة الجغرافية الحساسة جدا من السودان هي مخطط لها لهدف محدد؟ لا أعتقد ذلك، هي أصلا منطقة ملتهبة، أصلا منطقة ملتهبة، وفي حال انفلات الأمن في المركز فتزيد احتمالات الصدام في غياب السلطات التي كان يمكن أن تكبح جماع هذه التوجهات وهذا الميل للحرب. فلا أرى أنه يعني جزء من أو أنه مخطط، ولكنه أصلا منطقة ملتهبة كما ذكرت، وفي حال غياب السلطة فالأطراف المعنية سوف تكون أكثر استعداد للمواجهة، فبدون الربط المباشر مع الأحداث في الخرطوم باعتبار أن ذلك جزء من مؤامرة متكاملة. تمام، شكرا لضيفنا من القاهرة الكاتب والباحث السياسي السوداني عادل حمد.